مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام مدونة الطيران المدني. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على مشروع القانون المنظم لمهنة المهندسين المدنيين. قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة يدشن بتفرغ زينة مركزا لأطفال توحد يعتبر الأول من نوعه في بلادنا. مرحبا بكم. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام مدونة الطيران المدني، كما صادق المجلس على بيان قدمه الوزير الأول يتعلق بالتزامه مسؤولية الحكومة حول برنامجه المقرر عرضه أمام الجمعية الوطنية قبل نهاية الشهر الجاري. نتابع فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخامس 15 نوفمبر 2018 تحت رئاسة السيد محمد ولي عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشروعي المرسومين التاليين وصادق عليهما. مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 40/2018 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2018 المتضمن مدونة الطيران المدني. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغة وللترجمة والترجمة الفورية. كما درس المجلس وصادق على بيان قدمه الوزير الأول يتعلق بالتزامه مسؤولية الحكومة حول برنامجه المقرر عرضه أمام الجمعية الوطنية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك طبقا للمواد 42 جديدة والثالثة 74 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدمه وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، منطقة واديب الحرة، ميناء واديب المستقل، المدير العام أحمد سالم التكرور، وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، الأمانة العامة، الأمين العام أحمد والمحمد محمود ولدي إداري مدني، وزارة التنمية الريفية، الأمانة العامة، الأمين العام أحمد لبو، وزارة التجهيز والنقل، المؤسسات العمومية، ميناء وكشوط المستقل، ميناء الصداقة، المدير العام جبريل نيانغ، وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني، الأمانة العامة، الأمينة العامة معزيزة كربالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الأمانة العامة، الأمينة العامة عيسة جلو. هذا وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد والمحمة ووزيرة التجهيز والنقل السيدة أمال بنت مولود في مؤتمر صحفي مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. واستعرض وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مشاريع المراسيم والبيانات التي صادق عليها المجلس. وبدورها قدمت وزيرة التجهيز والنقل شروحا لحيثيات مشروع المرسوم المتضمن مدونة الطيران المدني، مبينة أنه يدخل في إطار تحيين الإطار القانوني المتعلق بالطيران المدني ومواكبة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. هذا وبإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد بيجل والهميد مساء اليوم على مشروع القانون رقم 172/18 المنظم لمهنة المهندسين المدنيين والمتضمن إنشاء الهيئة الموريتانية للمهندسين المدنيين. وصلت الحكومة في هذه الجلسة من طرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
محاطا بكبار معاونيه، كما ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية ميزانيات عدد من القطاعات. بدأت هذه الجلسة العلنية للجمعية الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية بيجل والهميد بتقديم تقرير لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية. قرأه مقرر اللجنة نائب مقاطعة المدردرة السيد مصطفى أبو الله صهيب. وتضمن مشروع القانون رقم 18-172 المنظم لمهنة المهندس المدني المتعلق بإنشاء الهيئة الموريتانية للمهندسين الموريتانيين. وبعد تقديم المشروع أفسح المجال للسادة النواب حيث ناقشوا بنوده الأساسية مؤكدين أهمية قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي متمنين النهوض بالمهام الموكلة إليه مبرزين ضرورة منح عناية خاصة لتطبيق أحكام المادة 6 من الدستور التي تحدد اللغة الرسمية للبلد ولتنزيل مقتضياتها على تحرير النصوص التشريعية بما يعنيه ذلك من كون النسخة العربية من القانون هي المرجع عند الاختلاف في التأويل مذكرين بانعكاس النص على النظم العمرانية للمدن التي ينبغي أن يجمع في الآن ذاته بين الاستجابة لحاجات الحاضر واستشراف آفاق التمدد الطبيعي للمدن. وفي رده على مختلف الأسئلة والاستشكالات التي تقدم بها السادة النواب هنأ وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد الناني والشروقة النواب على انتخابهم ممثلين للشعب متمنيا لهم النجاح في حمل الأمانة مبينا أن القطاع يسعى إلى تنظيم عمراني للمدن منبها إلى افتقار مدننا للتخطيط العمراني بالنظر لظروف نشأة المدن والهجرة من الريف وضيق ذات اليد بالنسبة للسكان المهاجرين الجدد المحتاجين لمساكن يأوون إليها. وفي نهاية هذه الجلسة العلنية صادق السادة النواب على مشروع القانون المطروح للنقاش. من جهة أخرى عقدت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعات تحت رئاسة النائب بامادين رئيس اللجنة خصصت لمناقشة ميزانيات وزارتي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتنمية الريفية ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. واستمعت اللجنة إلى عروض قدمها كل من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد والله الداود ووزيرة التنمية الريفية السيد المينة منت القطب والأممة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد المين والسيدي. تناولت هذه العروض بنود ميزانيات القطاعات المذكورة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019. أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مساء أمس في تبرغ زينة على تدشين مركز لأطفال التوحد ممول من طرف الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه في بلادنا ويضم طاقما من المختصين في مجال تأهيل هذه الشريحة من الأطفال. من رحم جمعية أطفال التوحد الموريتانية خرج إلى النور مركز زايد لأطفال التوحد، وهو أول مركز متخصص في تأهيل ورعاية هذه الفئة من الأطفال في موريتانيا. قد تم تدشينه تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى مريم منت أحمد الملقبة تكبر. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيّنت في كلمة الافتتاح الرسمي أن الاهتمام بأطفال التوحد نابع من الرؤية المجتمعية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز التي لا مكان فيها للتهميش ولا الإقصاء. عرفت بلادنا في السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الرؤية المجتمعية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الرامية إلى إرساء موريتانيا جديدة يأخذ فيها كل ذي حق حقه لا مكان فيها للتهميش ولا للإقصاء، وتسود فيها قيم العدالة والإخاء والإنصاف، تلك الرؤية التي جسدتها حكومة معالي الوزير الأول محمد سالم للبشير واقعا ملموسا يعيش المواطن البسيط تفاصيله في تعزيز البنى التحتية الاجتماعية والصحية والتعليمية والطرق وسياسة القرب من المواطن حيثما كان. وضمن هذا المسعى يتنزل الاهتمام بأطفال التوحد الذي يعتبر
إعاقة متعلقة بالنمو. عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، ويحتاج لتدريب وتربية أطفال التوحد إلى كثير من الجهد الذي يتطلب التعاون بين مختلف الفاعلين في الحقل، سواء تعلق الأمر بالدولة أو المنظمات الأهلية. رئيسة جمعية أطفال التوحد الموريتانية قالت إن تحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذا العمل الخيري مرهون باندفاع الجميع في هذا الاتجاه. قد لا يلتفت بعضنا إلى أن تأهيل أطفال التوحد وتعليمهم الاعتماد على أنفسهم للقيام بشؤونهم الخاصة بأنفسهم من أكل وشرب ونظافة وتحدث هي منجزات كبرى على صعيد تحسين ظروفهم الحياتية وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب آبائهم وأمهاتهم، لكن كل ذلك لا يتأتى القيام به إلا إذا كنا مدفوعين بمشاعر الرحمة والعطف وحب الخير للناس، لا بمعايير الربح والخسارة المجردة. ومع ذلك فقد كان ينبغي أن نضع في الحسبان أن هذا العمل الإنساني لا يخلو من فائدة عملية تعود بالنفع على المجتمع، من حيث أن كل من سيساهم في إسعاد الأفراد والأسر سيساهم لا محالة في إسعاد المجتمع. فإشاعة روح التعاطف والتضامن وعمل الخير تزكي جذوة النشاط والتفاؤل لدى المجتمع، وتقوي لحمته وتشد أزره في السير على مدارج التقدم والنماء. استلموا المعلوم أحد أطفال التوحد بهذا المركز، قدم أمام الحاضرين تعريفا لإعاقة التوحد وكيفية التعامل مع أصحابها. بعد ذلك أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية للمركز الذي يشمل 6 أقسام تأهيلية حملت أسماء شخصيات علمية وطنية تيمنا بما عرفت به من علم وورع. وتحتضن هذه الأقسام 30 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و14 سنة، يخضعون فيها للعلاج الطبي والطبيعي والوظيفي بالإضافة إلى تقويم النطق. دشنت وكالة تضامن لمحاربة آثار الاسترقاق ولمكافحة الفقر ولدمج نقطة صحية مجهزة بكافة اللوازم في قرية باشات الدخلة ببلدية فم القليتة، ويدخل إنجاز هذه المنشأة الصحية في إطار البرنامج أو البرامج التي تنفذها الوكالة على مستوى ولاية غورغون. احتفاء قرية باشات الدخلة احتفاء يعكس القيمة الخدمية لهذه النقطة الصحية وأهميتها في تقريب الخدمة الصحية من المواطنين في أحد جيوب الفقر في المنطقة التابعة لبلدية فم القليتة بمقاطعة بود. تدشين تشرف عليه الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الرق ومكافحة الفقر والدمج ضمن سلسلة تدشينات تتزامن والفعاليات المخلدة لذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني. احنا فرحين معاكم بهذا الطب، ظاهر لنا عنه وعدل في المكان اللي يلتي وعدل فيه اللي فاصلين فيه أهله وعدل في الوقت المناسب وملي. هذا تنفيذ التوجيهات رئيس الجمهورية اللي أعطى للوكالة في تدخلها في المناطق اللي فيها الفقر وفيها تهميش. هذه النقطة الصحية اللي جاهزة للعمل، غير هذه النقطة الصحية يا الله تكون تعرفوا عن هي الوكالة عدلتها، غير الوكالة لا تمشي عنها ولا تبقى لكم انتم، معناها عن مسؤوليتكم لا تعود أساسية في مواصلة عمل هذه نقطة صحية. والي ولاية غورغون السيد يحيى والشيخ محمد فالة هنأ الساكنة بهذه النقطة الصحية مطالبا بضرورة حفظها وصيانتها لضمان تأديتها لدورها الصحي. اليوم تطمئن هذه الساكنة بوجود خدمات صحية في المستوى المطلوب دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة إلى المدن طلبا للاستشفاء. الحمد لله بوجود هذه النقطة الصحية هذه قطعا اللي قد توفر لها ياسم من الأمور اللي مثلا تحسن من قدرات الفرد لأنه يتمتع بصحته. هذه النقطة كانت مهمة جدا، المواطنين ما يشاكلين هذه النقطة الصحية حتى زينة، وهذه الأجهزة اللي جات كانت مهمة حتى بالنسبة لنا نحن اللي نشتغلهم.
عدم وجود النقطة اللي يعود ياسم لأسي يتنقل مسافات بعاد ويخلق ياسم سفر قد يخلق ياسم حالات بفايات والولادة في الشارع وكذا، مع أن وجود النقطة تحل ياسر من مشاكل كانت موجودة أصلا. تضم هذه النقطة الصحية قاعات للمعاينة والحجز والولادة وصيدلية ومخزنا للأدوية يراعي معايير السلامة وأجهزة للكشف الطبي ومختلف التجهيزات اللازمة. يباشر العمل في هذه النقطة ممرض وقابلتان وصيدلان. اختتمت اليوم في نواكشوط أشغال المؤتمر الفني 15 لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية الذي احتضنته موريتانيا لأول مرة، وبحث المؤتمر علاوة على مواجهة التحديات المشتركة مواضيع من بينها تسيير المخاطر في المجال الضريبي والحوافز الضريبية. بعد 4 أيام من العروض والنقاشات المستفيضة والجلسات الحوارية العميقة، اختتمت أشغال المؤتمر الفني 15 لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية الذي تستضيفه بلادنا لأول مرة. قدمت بعض الدول مثل إيران والسعودية وأندونيسيا وماليزيا ويوغندا وموريتانيا أوراق عمل في هذا المجال، كما قدمت السودان كذلك أوراق عمل في هذا المجال، كما استمعنا إلى ورقة عمل من صندوق النقد الدولي وأخرى من خبير سوداني في مجال التدابير السرية. وكان المؤتمر ناجحا بامتياز. أهم المخرجات الأساسية هو أن يكون تنظيم المؤتمر دوري على جميع الدول حسب الترقيم الأبجدي. المؤتمر ناقش مواضيع تتعلق بتسيير المخاطر بالمجال الضريبي والحوافز الضريبية ومواجهة التحديات المشتركة في المجال الضريبي بين الدول الأعضاء. ها نحن نصل اليوم بعون الله إلى اختتام مؤتمرنا الفني 15 بعد أيام حافلة بالأخذ والعطاء وتبادل الآراء والتجارب والتي بدون شك ستفيد الجميع. مرة أخرى أجدد لكم الترحيب وأشكركم على ما بذلتموه من جهد وتحمل الاجتماعات الطويلة والمتأخرة بعض الأحيان من أجل نجاح المؤتمر، والشكر موصول للسيد الأمين العام ولطاقمه المتميز على حسن التنظيم. كما أشكر كذلك الخبيرين الذين شاركانا بمداخلات قيمة في هذا المؤتمر، وهما على التوالي خبير من صندوق النقد الدولي وخبير من السودان. المؤتمر خرج بقرارات محددة حسمت الكثير من القضايا المتعلقة بالضرائب. يسعدني أن أعبر لكم عن عظيم سروري وغبطتي، وأسوق التهنئة خالصة لكم ولكل الإخوة ممثلي دول الاتحاد على نجاح المؤتمر الذي يمكن أن نختصر دلائل نجاحه في الخروج بقرارات واضحة حسمت كثيرا من القضايا التي كانت مطروحة عليكم بتوافق وحكمة، الأمر الذي نحسب أنه بإذن الله سيؤتي أكله وتجني ثماره جميع دول الاتحاد. السيد يردريم أوزبيك ممثل تركيا التي تستضيف أشغال المؤتمر الفني 16 أكد أن اللقاء كان ناجحا وساهم في إتاحة الفرصة لمختلف من أجل تبادل الأفكار والخبرات حول مواضيع محل انشغال سلطات الضرائب في الدول الإسلامية. أما المتحدث باسم المشاركين فقد دعا إلى تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه اللقاءات الفنية. تشكل بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى حلقة وصل بين نواكشوط وبامباري، حيث تعمل كتيبة جيشنا الوطني ضمن قوة حفظ السلام الأممية في هذا البلد الصديق. وتعتبر بانغي مركز عبور المعدات واللوازم والأفراد إلى بامباري، كما أنها تمثل نقطة تنسيق لوجستي بين كتيبة الجيش الوطني وقوة حفظ السلام الأممية. بانغي مبتدأ المهمة إلى بامباري ومستقر عناصر تنسيق لوجستي وإداري لصالح الكتيبة. جرت مياه كثيرة في نهر أوبانغي حيث تسترخي العاصمة في محاولة لاستعادة بعض من هدوء. هدوء نسبي لا يسمح لنا بالنزول من المركبة للتصوير وفق ما ينصحنا به مرافقنا. نكتفي بلقطات من داخل السيارة ونحن نشق الطريق الرئيسية باتجاه مقرات المينيسكا.
Le contingent mauritanien joue un rôle primordial dans le cadre opérationnel onusien. الكتيبة الموريتانية لعبت دورا محوريا في تحقيق السلام والمصالحة في جمهورية وسط إفريقيا، وهي تقوم بأعمال الحماية والمراقبة للقوافل التابعة للأمم المتحدة، ولقد كان لها دور بارز في حماية مخازن المنظمات الإنسانية إبان أحداث تاكبرا. لقد أثبتت الكتيبة الموريتانية قدرتها على الأرض وفي الميدان من خلال أعمال مدنية وعسكرية ساهمت إلى حد كبير في استتباب الوضع في بامباري وعودة الحياة إلى طبيعتها. En outre, l'intervention du contingent mauritanien à Bambari afin d'expliquer باسم المنسكا يبدو مسرورا بالدور الموريتاني هنا ومزهوا اكثر حين يتحدث عن حضور موريتاني فاعل في المنظومة الدولية. اما عناصر الكتيبة المتواجدين في العاصمة فيقومون بادوار هامة في اطار المنسكا. يشرف ضابط الاتصال على استقبال الامدادات واكمال الاجراءات الادارية والقانونية المصاحبة لها من اجل ايصالها في الاجال القريبة إلى وجهتها النهائية إلى كتيبتنا المتمركزة في بمباري. أما العلاقات العامة فتعتبر الركيزة الأساسية لمهمتنا، وبدونها يكون الخلل. والمهام الدولية ليست فقط مهام أمنية بقدر ما هي تمثيل حسن وسفارة من أجل إبراز الوجه المشرق لموريتانيا. ومن ضمن النشاطات التي نقوم بها في هذا المجال هو التعريف بالبلد من خلال المشاركة في المناسبات الثقافية التي تقيمها الأمم المتحدة للتقريب بين الشعوب، وكذا تمثيل قائد الكتيبة والتحدث باسمه في المؤتمرات والندوات التي لم يتسنى له حضورها نتيجة التزامات أخرى. وفي مجالات أخرى قمنا بتوسيع علاقاتنا العامة لتشمل الاتصال بالجالية الموريتانية المقيمة في وسط إفريقيا وتتبع أخبارها وأحوالها والتكفل بتأمين وعلاج ونقل من تقطعت به السبل منهم إلى أرض الوطن. استقبال ووداع دفعات الكتيبة مع بعض الإجراءات الأمنية والإدارية التي يتطلبها أداء الكتيبة لمهامها أمور من بين أخرى تجعل من بانجي همزة وصل بين نواكشوط وبامباري. سعيد الحبيب للموريتانية بانجي. الآن إلى وقفتنا الاقتصادية التي يصحبنا فيها محمد أبو البديدي. مرحبا محمد. مرحبا أحمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى وقفتنا الاقتصادية لهذه الليلة. نبدأ مشاهدينا الكرام وقفتنا الاقتصادية هذه الليلة بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. انخفضت أسعار النفط بفعل المخاوف المرتبطة بضعف الطلب العالمي على الخام ووفرة الإمدادات وتراجع خام القياس العالمي برنت بواقع 37 سنتا إلى 76.07 دولار للبرميل، فيما لم يسجل الخام الأمريكي أي تغير حيث تم تداوله عند 66.43 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط بشدة حيث سجلت انخفاضا بنسبة 4.3%، جاء ذلك في ظل موجة بيع لأسهم بفعل المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية. وتتوقع شهادة مثل وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب على النفط في عام 2019 بسبب تأخر نمو الاقتصاد العالمي. يعد البرتقال من بين الحمضيات الأكثر إنتاجا في العراق لعام 2018 في عديد المحافظات، حيث قدر إنتاج هذا الموسم الشتوي ب 72816 طنا، في حين بلغ إنتاج الليمون حامض 3710 طنان بزيادة قدرها 4.1% عن الموسم الماضي. وصل إنتاج الليمون الحلو 721 طنا بانخفاض قدرت نسبته ب 1.7% عن الموسم الماضي. ويرجع المحللون الاقتصاديون هذا التراجع إلى توتر الأوضاع الأمنية التي أدت إلى إهمال الفلاحين لبساتينهم وهجرة بعضهم إلى أماكن أخرى. في مالي مشاهدة الكرام تابعوا جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام وقفتنا الاقتصادية لهذه الليلة، شكرا لكم على كرم المتابعة، لكن لنشرة الثامنة بقية مع زميلي أحمد والحسن الذي تلتقونه بعد الفاصل. اللقاء.
أهلا بكم من جديد. احتضن الجامع الكبير بالعاصمة تظاهرة ثقافية وفكرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نظمها مركز الرشاد للترقية الثقافية والديمقراطية والحكمة الرشيدة في موريتانيا. جرت هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وتضمنت محاضرة عن الشمائل النبوية الشريفة شارك فيها عدد من العلماء والمفكرين. وتعتبر هذه التظاهرة تقليدا سنويا دأب عليه المركز احتفاء واحتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم. نظم المركز الثقافي المغربي في واشنطن ليلة البارحة ندوة ثقافية حول الأمثال والحكايات الشعبية واستخدامها كوسيلة لنقل المعارف والحكم وترسيخ ثقافة القيم والأخلاق الفاضلة بين شرائح وأفراد المجتمع. تضمن برنامج ندوة محاضرة ألقاها السيد يحيى ولي الراجل رئيس منظمة حكواتيو الصحراء، تركزت حول دمج هذه الثقافة الشعبية في العالم الافتراضي من أجل المحافظة عليها من الاندثار. أكد مدير المركز الثقافي المغربي من واشنطن السيد سعيد الجوهري في كلمة بالمناسبة أن فن الحكايات يعد إحدى روافد الثقافة الموريتانية الشعبية التي ظلت لفترة طويلة يتناقلها الرواة عبر الحقب، متضمنة دروسا وقيما ومثلا تنم عن مدى ثراء وتنوع المخزون التراثي الموريتاني. من الثقافة إلى الرياضة، ومعنا وردة من تبا التي ستصحبنا في وقفتنا الرياضية. مرحبا. أهلا بك أحمد وأهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا، تلتقونا بعد فاصل أخبار الرياضة. أهلا بكم. يواصل المنتخب الوطني المرابطون تدريباته بالملعب المرحوم شيخاوي البويجي استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا الأحد المقبل، وذلك لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019. ويسعى المرابطون إلى حسم بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة، حيث يكفيهم تحقيق الفوز في اللقاء الأحد دون النظر إلى نتائج بقية مباريات المجموعة لتأكيد الوصول رسمي لنهايات البطولة التي سوف تقام في الكاميرون صيف العام المقبل. وستكون هذه أول مشاركة للمنتخب الوطني في نهايات كأس الأمم الإفريقية طيلة مشواره في حالة تمكنه من الفوز والتأهل على حساب المنتخب البوتسواني. وفي سياق متصل، تتوقف عجلة الدوري عن الدوران خلال نهاية الأسبوع الجاري بسبب مشاركة عدد من اللاعبين أندية القسم الأول مع المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة يوم الأحد المقبل. وفي غضون ذلك، يواصل نادي أفسين واديبو بطل الدوري والكأس للموسم الماضي تصدره لفرق الدوري المحلي لكرة القدم بعد انقضاء 5 جولات من البطولة الوطنية، وذلك برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف فقط عن فريق تفرق زينة صاحب المركز الثاني بذات رصيد من النقاط، فيما يتواجد فريق كينغ وكشوت في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، يليه فريق جاه الميناء بذات رصيد. أكد المشاركون في الدورة الثانية من أرالي باجا بموريتانيا الدولي الذي عرف مشاركة 30 متنافسا من 5 دول إفريقية وآسيوية، أكدوا نجاح هذه النسخة وتميز المسار الذي قطعته داخل الصحاري الموريتاني. نحن كاتحاد موريتانيا للرياضة الميكانية دورنا الأساس هو تطوير الرياضة، ومن وسائل تطوير هذه الرياضة وتحفيز الشباب هو دعوة هذا النوع من المستوى من المتسابقين اللي الحمد لله شاركوا معنا هذه السنة، وهذا كما قلت يحفز الشباب ويشجعهم على ممارسة هذه الرياضة بطريقة آمنة الحمد لله إن شاء الله، وإن شاء الله لماذا تحقيق نتائج جيدة إن شاء الله في السباقات القادمة إن شاء الله. الحمد لله الله كرمنا بالفوز اليوم ونجاح البطولة بعد شيء مهم بالنسبة لي كرياضي
ان الرياضه تنجح في موريتانيا شيء مهم جدا. فالشباب قاموا بعمل جبار والمرحله كانت جدا جميله، من افضل المراحل سكت فيها انا. الحمد لله يعني في صعوبات كانت في التضاريس، بس الحمد لله يعني علي على غيري نفس الشيء. وان اقول حق الشباب ان لا يوقفون، يكملون على يستمرون على هذا الدرب، وان شاء الله التوفيق يحالفهم. نهاية نشرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم، وعودة بعد الفاصل إلى أحمد الحسن. نهاية النشرة إلى العناوين. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام مدونة الطيران المدني. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على مشروع القانون المنظم لمهنة المهندسين المدنيين. قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة يدشن بتفرغ زينة، مركزا لأطفال التوحد يعتبر الأول من نوعه في بلادنا. إلى اللقاء.